بقي مسألة وهي ورد حديث في أنه بعد الفجر وبعد العشاء بعد الفجر وبعد المغرب أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير قبل أن يثني رجله. ما بلغكم هذا الحديث أن يقولها 10 مرات قبل أن يثني رجله؟ لا يصح هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح، وإنما الصحيح أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بدون زيادة قبل أن يثني رجله. وهذا البعض يرى أنه ما تتحرك من صلاتك إلا لما تقول 10 مرات أساس من باب أنه حرص على السنة، لم يثبت هذا الحديث. فلو غيرت جلستك أو غيرت مكانك مثلا في المسجد ما كنت تصلي عليك إن شاء الله تعالى وما زلت في المسجد أصلا. إيه نعم.